احنا اتكلمنا عن بالنسبة للأسماء والألف همزة القطع وألف الوصل. ألف الوصل بتتكتب ألف ومبتكتمش عليها الهمزة، وهمزة القطع بتتكتب ألف وعليها الهمزة، وألف القطع اللي بنتكلم عليها اللي هي في أول الكلام طبيعي. طبعا قلنا احنا في حاجة بسيط، فهنقول ان احنا أول حاجة في همزة القطع عندنا في الأسماء جميع الأسماء اللي تبدأ بالألف بهمزة القطع اللي الألف عليها همزة، ما عدا 9 أسماء، وال9 أسماء طبعا دول هيبقوا فيهم ألف الوصل، وهنبقى نقولهم زي ابن وابنة واسنان واسنتان وامرؤ وامرأة واسم وأيمن الله وأيمن الله وكده. ده بالنسبة للأسماء. طب في الضماير، الضماير أنا أنتم أنتن كله إيه أنتما برضو. طب في ظرف الزمان برضو نفس المكان نفس الكلام، يعني أمس، أمس طبعا ألف عليها همزة. ظرف المكان إمام، سوري أمام، أمام عليها همزة. جانب طبعا مفيش ألف، يعني بتكلم على الألف أول الكلام. بعد كده عندنا الأفعال، الأفعال عندك الماضي والرباعي، الفعل الثلاثي والرباعي، الاثنين هم اللي بيدخل فيهم همزة القصر اللي هي الألف عليها همزة. في الفعل الماضي بتاعهم نمرة 1، نمرة 2 في المصدر، نمرة 2 في الايه في المصدر، يعني في الفعل وفي المصدر. طيب الرباعي في الفعل والماضي والمصدر والأمر والايه والأمر. طيب بالنسبة للماضي اللي هو الثلاثي هيبقى في الماضي والمصدر. طيب فين الأمر؟ الأمر الثلاثي لا، الأمر الثلاثي لا. طيب والخماسي؟ لا الأمر الثلاثي ولا الفعل الخماسي كله ولا الثلاثي كله.